طاب يومكم. موضوع اليوم قراءة اللغة العربية للصف الرابع الأساسي، الجزء الأول، الدرس الثالث والأربعون. يا صحابي يا صحابي يا صحابي، أهلا أهلا. باسمك عمرك عرفنا، اسمي برزي عمري 9، تشرفنا تشرفنا. يا صحابي أهلا أهلا، اسمك عمرك عرفنا، اسمي تارا عمري 8، تشرفنا تشرفنا. يا صحابي أهلا أهلا، باسمك عمرك ما عرفنا، اسمي بنار عمري 10، تشرفنا تشرفنا. يا صحابي أهلا أهلا، ملعب المدرسة يجمعنا، نلعب فيه ما شئنا. خلاصة الموضوع: اسمي برزي عمري 9، اسمي تارا عمري 8، اسمي بنار عمري 10، ملعب المدرسة يجمع الصحابة. إلى اللقاء حتى درس القادم.